السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نشارك معكم طريقة تحضير سيتروناد اللي كتجي رائعة ولذيذة وما كتحتاجوش ليها مكونات بزاف. بمكونين كليكم تصايبوا واحد العصير ديال الحامض اللي كيكون رائع ولذيذ. بالنسبة هنا عندي كيلو ديال السكر سنيدة مع كيلو ديال الحامض ولا الليمون على حسب المنطقة كيفاش كتسميوه. هنايا انا توفر عندي في المجمد، الا كان عندكم طري كتكون النتيجة تقريبا بحال غير انما كتكون نتيجة احسن وافضل. بالنسبة لهنايا بالنسبة للليمون غادي نشدو، غادي انا قشرته بهذه الطريقة. يمكن لكم انكم تحكوا القشره ديالو في الحكاكه رقيقه يعني متوسطه، كتكون نتيجه بحال تقريبا. هنايا انا كيف ما قلت لكم توفر عندي في المجمد، يعني بهذه الطريقه غادي تكون سهل ليا، يعني قشرته بهذه الطريقه. غادي نقشر الحامض كامل، من الاحسن تختاروا نوعيه اللي تكون جيده، يعني ما يكونش فيها ضريبات ولا ما تكونش فيها بلاصه شي خامجه ولا هذا، يعني من الاحسن تختاروا نوعيه جيده ديال الحامض باش تعطيكم النتيجه اللي تكون ترضيكم ويجي الطعم ديالها لذيذ. غنستمر بنفس الطريقه حتى كنقشر الحامض ديالي كاملو. بالنسبه للناس اللي كانوا عصروا الحامض عاد وبقات لهم القشره، يعني كنقطعوا القشره على هذا الشكل، يعني تقطعيها مربعات صغيره. يعني الا مشيتي حتى ما رضيتيش البال وعصرتي الحامضه هي الاول وقلتي كيفاش غادي ندير القشره، القشره كتحتفظي بها وغادي تقطعيها بهذه الطريقه. كيف ما قلت لكم عندكم جوج طرق، يا يعني اما كتحكوه وكتبشروه، يا يعني اما كتقطعوا القشره ديالو على هذا الشكل. الا قطعتوا القشره ديالو على هذا الشكل غتحتاجوا انكم تكون عندكم طحانه كهربائيه باش تطحنوه، لان حنا بغيناه يكون مطحون باش غادي يعطينا ديك الجهد ديالو كيخرج. غادي نستمر انا بنفس الطريقه حتى نقطع القطع ديال القشور ديال الحامض كاملهم، القشره كاملها غادي نقطعها على هذا الشكل. وغادي نستمر بالنسبه للحامض اللي بقى معايا غادي نبشرو ولا غادي نحكو، يعني على حسب اللي توفر بالنسبه لكم. المباقي ديال الحامض ومن بعد غادي نعصرو، يعني يا اما غتعصروه كيف ما قلت لكم فحال هكا من الاول، يا اما كتقشروه عاد تعصروا الحامض ديالكم. المهم حنا غنحتاجو عصير ديال الحامض وغادي نحتاجو القشور ديال الحامض، يعني بجوجهم، يعني غادي نستافدو من القشره ومن العصير في نفس الوقت. غنستمر انايا ونعصر الكميه كامله ديال الحامض كيف ما شفتوا معايا، يعني تقريبا انا كيف ما قلت لكم استعملت كيلو ديال الحامض مع كيلو ديال السكر سنيده. هنايا من بعد ما حصلت على العصير ديال الحامض بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نصب فيه السكر سنيده، يعني غادي نوضع فيه السكر سنيده الكميه كامله ديال السكر. هنا غادي في الاول غادي نوضع نصف الكميه مع العصير ديال الحامض كيف ما شفتوا معايا. غادي نحركو وغادي نخلي داك السكر سنيده تذوب مع وتفاعل مع الحامض حتى تذوب مزيان، غنحتفظ فيه جانبا. ومن بعد غادي نوريكم القشره اللي انايا غير قطعتها ولا قشرتها، غادي نطحنها في طحانه كهربائيه. بالنسبه للناس اللي بشروا الحامض يعني حكوه في حكاكه اللي تكون صغيره، يعني غادي يقدروا يوضعوه مباشره مع العصير ديال الحامض اللي كان قبل. انايا ما حيت كان عندي في المجمد ما يمكن ليش نحكو، درت له هاد الطريقه اللي هي غادي نبشرو في طحانه كهربائيه حتى نحصل على النتيجه اللي كيكون شويه هكا كيف ما شفتوا معايا مبشور جيدا. غادي نوضعو على العصير ديال الحامض وغنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل الكميه كامله ديال القشور ديال الليمون، وغادي نوضعهم كاملين في مع بعضهم مع العصير ديال الحامض اللي ضفت عليه السكر سنيده. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كيف الكميه كامله كيف ما شفتوا معايا. وكيف ما قلت لكم اللي حكوا من الاول يعني غادي يوضع داكشي كاع اللي حك داكشي القشره كامله اللي حكا غيوضعها في داك العصير ديال الليمون مع السكر سنيده. هنا ضفت الكميه الاخرى ديال السكر سنيده، ومن في هذا الاثناء صافي ساليت الكميه ديال الحامض مع القشور، غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نحتفظ بهم جانبا. الا كان الجو بارد غادي تخليهم غير في الخارج، يعني غتحتفظوا بهم في واحد البلاصه اللي تكون بارده شويه.
الا كان الجو سخون يعني في فصل الصيف وصيبتو سيترونات غادي ديروها في الثلاجه، وكل مره كتحركوها، كتبقاو تحركوها حتى كيذوب داك السكر اللي فيها تماما. يعني انا هانتوما هنا بالنسبه هنايا خليتها ليله كامله لان حضرتها في العشيه، بالنسبه الى حضرتوها الصباح عندكم النهار كامل، يعني ما تجي من الى صايبتيها الصباح ما تجي العشيه حتى كيكون داك السكر كله داب فيها. يعني وانتيا كتحضري الاشغال المنزليه ديالك وانتيا مره كتحيدي داك البلاستيك الغذائي وكتحركيها حتى كتحسي بان داك السكر ثاني كله داب، ومن بعد كتصفيها كيف ما شفتوا معايا انا. من بعد ما داب السكر كتشوفوا راه القوام ديالها كيبقى غادي وكيتقال ولات بحال معسله، يعني داك السكر سنيده تعسل مع داك الحامض مع دوك القشور. انا دوك القشور غادي نصفي غنديرهم في صفايه وغادي نصفي داك الحامض كله من داك القشور، يعني غنحتفظ بالقشور جانبا يعني وانا كنصفيها كنبقى نضغط عليها حتى كيخرج داك العصير كامل. وكيف ما شفتوا معايا القوام ديالو كيكون لازج، يعني كيكون بحال السيرو، كيجي بحال السيرو شويه ثقيل، وهذاك القشور كنحتفظ بهم يمكن ليكم وكتكون فيهم واحد لاغوم اللي هي مجهده كتستعملوهم في لي كيك، تقدروا تستعملوهم في الحلوى اللي الا بغيتوا الصابلي وداكشي. يعني كنحتفظ بهم في واحد القريعه وكنحطهم في الثلاجه، ووقت ما بغيت نوجد نحضر بهم شي حاجه كنحضرها بهم. بالنسبه لهنا السيرو اللي هانتوما شفتوا السيترونات ديالنا عاقده والقوام ديالها لازج وثقيل، غادي نحتفظ بها في واحد القرعه اللي كنكون عقمتها وغسلتها مزيان ومسحتها وتكون ناشفه. غادي نصب فيها داك العصير ديال الحامض كاملو كيف ما شفتوا معايا، وغادي نقفلها وغادي نديرها في الكونجيلاتور. ملي كتجمد معايا كناخذ منها غير معلقه وكنديرها مع ماء بارد وعفسي وكتجي فيها واحد الطعم لذيذ. بالنسبه للقشور ديال الحامض هنا درتهم في هذه القرعه وغادي نحتفظ بهم في الثلاجه. بغيت كيف ما قلت لكم نصايب بهم حلاوي، بغيت نصايب بهم الكيك، يعني كيجي ديك الرائحه رائعه وجد زعما مفيده في جميع الوصفات. هنايا كيف ما شفتوا معايا راه غادي نديرو في المجمد، انا ما توفرش عندي من بعد في المجمد لان يلاه صايبته. من بعد غادي نوريكم النتيجه ديالو في فيديو اخر. كنتمنى الوصفه تنال اعجابكم وتصدق معكم، والى لقاء في وصفه جديده ان شاء الله.